عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. الحمد لله طبعا وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد دائما لقائي بكم أعزائي مشتركين قناة نفيد ونستفيد، أحييكم دائما بتحية الإسلام. اليوم يا إخواني سأتحدث في موضوع طلبه مني عضو مميز في القناة، وهو يا إخوان حول كيف تدريب وتعليم بعض الكلمات لطائر البيتشي وتدريبه بالدرجة الأولى. إخواني الأعزاء، كما تعلمون بأن طيور البيتشي من الطيور حسنة المظهر دائما ومن فصيلة الببغاء الناطق طبعا، فكثير يسأل أكثر المربين حول هل من الممكن ترويضها أو هل من الممكن أن هذه الطيور تلقي بعض الكلمات أو تتلفظ ببعض الكلمات. إخواني الأعزاء، الطريقة أو الإجابة بالدرجة الأولى نعم، ولكن يا إخواني على حسب قواعد وأسس سأطرحها عليكم باختصار. إخواني الأعزاء، من يريد دائما ترويض البيتشي أو أن يكون البيتشي على قدر مسؤوليته أو على قدر من تحكمه يجب أن يقوم بالآتي. أول شيء إخواني، السن المناسب لترويض البيتشي يبدأ دائما من 4 أسابيع، أي أن يبلغ هذا الطائر 4 أسابيع فتبدأ مرحلة التعليم الأساسي لك كمربي أو البدء في تعليم هذه الطيور من الناحية المعنوية أو من الناحية التدريبية المهمة. أولا يا إخواني، لكي تعلم طائر البيتشي على الوقوف على يدك يجب أن تعلم بأن الطيور هذه يجب أن تأكل من يدك منذ أن كانت صغيرة، أي أنك تقوم بالآتي. تقوم أخي العزيز أولا بإطعام هذه الفروخ عند فقسها، أي أنك تعتمد عليها كأب وأم بالدرجة الأولى، يجب أن تقوم أنت وحدك بإطعامها والاستغناء عن الأب والأم، أي أنك تقوم باحتضانها وأخذها ومن ثم البدء في إطعامها بصورة مستمرة. والأكل معروف، سرك الأطفال هو الأكل المناسب في أول الأشهر لهذه الطيور أو عند النضوج أو وصولها لسن الشهر. أخي العزيز، في كل وجبة تتلقاها هذه الطيور منك تجد بأن سبحان الله الطيور بدأت تعرفك، تحفظ يدك جيدا، لا تعرف أحدا غيرك. من ثم تقوم أخي بمرحلة وضعها على يدك، ستلاحظ بأن الطائر حفظ يدك جيدا ولن يتنازل عنها مهما كان سنه. طبيعي، هذا أول درس. الدرس الثاني والمهم يا إخواني، تقوم بالآتي: لكي تعلمها بعض الكلمات يجب أن تكون في عمرها الشبابي الصغير منذ الشهر، تبدأ بلمس أو همس كلمة معينة مثل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، أي تكررها أكثر من مرة أمام الطائر. يجب أن تلفظها مدة شهر كامل على مدى التكرار بنفس الميعاد، سبحان الله يحفظها بنفس الميعاد، تجد بأن الطائر بدأت بصيرته أو بدأ الحس السمعي لديه يقوى ويتعلمها، أي أنه تمكن من حفظها لأنك قد قمت باستمرارية بلفظها على مرحلة الدرجات. وسبحان الله كما قلت لك، عندما يحفظ يدك جيدا تجد بأن هذا الطائر لن يتنازل عنك، سيعتبر كل ميعاد تعود عليه. يعني هذه الطيور من الطيور المميزة التي تحفظ المواعيد جيدا، هي أنك تقدم لها الوجبة 4 العصر، سبحان الله تتأقلم مع 4 العصر، تجد بأنك تقترب من القفص بأن هذه الطيور تقترب من يدك لأنها حفظت الميعاد، حفظت المكان المناسب، فسبحان الله تكون البصيرة قد اكتملت لديها والحواس قد بإذن الله نمت وأصبحت جاهزة لمرحلة التدريب الكلي والفعلي. هذا الموضوع هو كان بناء على طلب مشترك لدي بالقناة، وأنا أردت به النصيحة للجميع، أكثر الناس المربين الجدد الباحثين في شبكات التواصل دائما أو عبر جوجل عن هذه الحلول، وبإذن الله أنا طرحتها لكم باختصار. من لديه سؤال استفسار يلا أنتظر جميع الأسئلة في هذا الموضوع أو غيره من المواضيع، أسفل الفيديو دائما أنتظركم في تعليقاتكم، وأيضا هناك وسائل التواصل معي مباشرة مثل رقمي في الواتساب الذي يوجد في صندوق الوصف، وأيضا رابط صفحتنا عبر الفيسبوك، وأيضا لا تنسوا زيارة مدونتنا عبر الموقع الإلكتروني الذي يوجد له اختصارا أو زر في غلاف القناة. لكم دائما تحياتي واحترامي، محمود وادي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. سامحونا على الإطالة، ولكن هذه دائما للفائدة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.